حول مسألة العجلة الذي بأنه تم من خلالها أطلاق الصواريخ. أنا أقولها بصريح العبارة، بعدما تم التداول في وسائل الإعلام وغيرها بأن هذه العجلة كانت محجوزة في إحدى المراكز الشرطة، أنا أقولها وباليقين القاطع، لا أتوقع السيد معالي وزير الداخلية سوف يتهاون بهذا الملف، لكون السيد معالي وزير الداخلية دوما وتكرارا هو يتحدث وسياسته يقول أنا ضمن القانون والدستور، أنا مؤسسة تابعة وتأتمر بأمرة القائد العام قوات المسلحة، وواجبنا نحن ملزمين بأن نوفر الأمن للبلاد وإلى العباد. فالآن أنا أرى السيد عبد الأمير الشمري بأنه سوف يبقى يحقق بهذه المسألة لحين أن يصل إلى من هم الأطراف الذي قاموا بهذه الأساليب بنظام اللا دولة، وكذلك بأن الحساب والعقاب بالمركز الأول المرتبة الأولى يوجد لدى وزير الداخلية، فلا يوجد لدي أي مجاملات بهذا الجانب. فسيد العزيز، المشكلة هنالك إحراجات تقوم بها بعض الأطراف الفصائل المسلحة، وإذا كما تفضلت حتى من الحشد العشائري تحرج بها الحكومة العراقية. أعيد وأكرر، حتى الحشد العشائري لماذا لم يحدد موقفه، أو لماذا لم يكن هنالك مكاشفة حتى يعرف الشعب العراقي وحتى يعرف القيادات العليا بأنهم تابعين إلى الحكومة العراقية والحكومة الاتحادية أم تابعين إلى طرف آخر؟ إذا كان الفصائل وإذا كان الحشد وإذا كان الحشد العشائري بأنهم يقومون بسياسة وبأساليب هي تصب بخدمة دولة أخرى، فما بقاءهم في العراق؟ فليرحلوا إلى خارج العراق ويستقروا بتلك البلدان الذي هي التي تطلب من عندهم وتعطيهم إعازات بالقصف في داخل العراق والقصف خارج العراق.